قولي لي اسمك ايه؟ منى. عملتي ايه النهارده في الفيلم يا منى؟ مبسوطه. مبسوطه؟ رد فعل الناس كان ايه؟ انت حاسه بايه والناس بتتفرج؟ طب ايه اصعب حته عملتيها في الفيلم؟ طيب دربتي عليه ازاي؟ المخرج ساعدك ازاي؟ دربتي عليه ازاي؟ طب قولي، حابه تقولي ايه؟ حابه تقولي ايه النهارده؟ الناس كلها بتتفرج عليك كده وعلى تمثيلك الحلو. منصور حبي. ايه اكتر حاجه حبيتيها النهارده طيب في اليوم؟ واحده بس. ايه؟ واحده بس. واحده ايه هي؟ طب انت مين اداكي ده؟ مين اداكي المج ده؟ مين اداكي المج ده؟ راجل. اسمه ايه؟ راجل. يا سلام. بص حمد. انا ولاء مامة ميرنا. ايه حاسس حضرتك النهارده وكله بيتفرج على فيلم ميرنا؟ مبسوطه جدا يعني وفخوره بيها جدا، دي اول حاجه، اول عمل تدخله، فبالنسبه لي يعني كأي ام فرحانه ان بنتها يعني وصلت للي هي فيه دلوقتي. يعني اي واحده طبعا تتمنى ان هي توصل. حكي ساعدتي للدور ازاي معاها؟ يعني ساعدتيها ازاي ان هي توصل؟ كان معاها استاذ جامايكا هو المسؤول عنها، وكنت انا وهو بنقعد نقرا الورق ونشوف هي هتعمل ازاي، وكان معاها خطوه بخطوه في قلب التصوير، يعني ما كانش بيسيبها خالص. استجابتها كانت ايه؟ لا كويسه جدا، هي كانت عامله يعني مبسوطه وبتسمع الكلام. يعني كان عندها الموهبه من بدري التمثيل ولا ايه ده؟ لا انا يعني بصراحه لا، يعني انا اكتشفتها في الفيلم ده، اكتشفت الموهبه بتاعتها في الفيلم ده، ان هي كانت بتسمع الكلام وبتنفذه زي ما احنا بنقوله، وهو يعني زي ما انت شفتوا الفيلم كده. يعني هيك وجهي لها رساله النهارده، تحبي تقولي ايه هي واي حد زيها؟ لميرنا. ميرنا انت حبيبتي وانا فخوره بيكي جدا جدا جدا. هتشارك في حاجه تانيه الفتره اللي جايه؟ لا لسه لحد دلوقتي ما اعرفش، يعني يا رب لو في حاجه. قولي ميرنا ازاي دخلت الفيلم النهارده؟ بصي هو الحقيقه يعني احنا اولادنا كنا بنطالب بقالنا سنين، والسنه دي لو شفتي حفله قادرون باختلاف اتنين كان من التوصيات بتاعت رئيس الجمهوريه ان اولادنا هم جزء من المجتمع، فازاي في الافلام ما بنظهرهمش؟ ولو حصل ان احنا بنظهرهم بطريقه، ده الكلام ده في القديم يعني، بطريقه مخالفه للواقع. فالحقيقه خالد النبوي فنان محترم ومخرج وكل الكاست بتاعته، يعني انا اول مره اشوف حد من ولادنا ظاهر زي ما هو في الحقيقه، يعني هي ظاهره لطيفه طفله بتلعب، فهو ده اللي احنا بنسعى عليه طول الوقت. وعندنا كمان امثله منهم اللي اتعلم واللي وصل لكليات واللي بتشتغل مذيعه واللي بيشتغلوا في محلات واللي بيشتغلوا في مصانع. مهمه قوي ان الفن يبين اولادنا قدراتهم ايه ويقدروا يعملوا ايه، لانه الفن هو اسرع وسيله للتأثير في وعي الشعب. بس انا مبسوطه قوي ان في ميرنا بنتي جميله جدا، واستاذ كمان خالد نبوي هو صوته رائع جدا بصراحه. نفسك تمثلي فيلم زي كده؟ نفسي بصراحه.